إيفم صايم برا. يا مستمعين يا طيبين يلي في الخير والرضا عايشين، إن شاء الله نهاركم زين. إمام يحكيوا على 5 وزراء في حكومة الكفاءات ورباية الصبات، وزير القراية اللي ضارب في حزبه جراية، وزير السياحة اللي صوتها بحاح وغلبوها الصحاح وخايفة لترسيلها في أول تحوير على الضحضاح، وزير المالية اللي أموره مش هي وزارته شادة أتعس ثنية، وزير الصحة اللي منصبه شادد في كحة والنقابة من تعرضين له في رومبوان بندحة، وزير الكيران اللي بروحه فرحان وقاصص تسكرة مشيان وجيان، ومعهم الناطق الرسمي للحكومة اللي كسوته تحفونة ومحجم اللحية ومخلي الدقنونة. استدعاهم في ليلة من الليالي رجل أعمال قيادي في حزب المشاريع والأموال لتدشين مقهى البذخ والدلال. الوزراء ما هم متفاضين والواجباتهم متلفين، والمواطنين بتبعتهم أمرهم لله مسلمين، ما كانوش للدعوة رافضين، ومشاو زنفليقة الحفل التدشين يجري وعجعاجي الخمسة اللي لحقوا بالجرة وولد الرئيس ليش. رجل أعمال فرح بهم وكلهم وشربهم وعشهم وحتى من القهاوي والروزاتا سر بهم، وهما في هول وجمال المنظر مبرقين عيناهم. الوزراء عجبهم المكان وقالوا نحن توا على أبواب تحوير، مش كان الواحد زعمه يكن راسه لهنا خير وندبروا خديمة ونضمنوا وليمة وهالقهوة في بلاصة عظيمة، يعني من البوربوار بركة نضمنوا عيشة كريمة. مولا المحل عجبه المقترح وقال هذه بادرة صح في الصح، وقال هذه فرصتي للشهرة وجات، واش خير لي من الوزراء يسربيه للكليونات. وقسمهم كل واحد مهمته، ومن غدوة صباح كل وزير فاهم خدمته. كانك من وزير القراية التراس عينه المسؤول على قطاع الإكسبريس وعصرانها في الطاس، ووزير المالية اللي بيستانس بالكنتيشة وضربته في رمضان الحشيشة عينه أمين بيت الولعة والشيشة، ووزير الكيران اللي نهار كامل ماشي جاي عينه المكلف بشؤون البراد والتاي، ووزيرة السياحة اللي عملتهم صحاح بشعراتها الملاح حتى في الاستقبال ببلوزة وسروال، وزير الصحة اللي ماكلته بنينة حطوا أمين سر الكوجينة، والناطق الرسمي براح في الجنينة يبرح على المارة مش تجينا، وشاع الخبر في ربوع الجمهورية، واسمع يا اللي ما سمعتش في القهوة الفولانية الوزراء هما القهوجية، وكل حريف يشرف عنده أقل حاجة وزير به متكلف، والمواطنين ولا يجيوا بالذمة سهرية للصباح والوزير لواح، ولع يا وزير وجيب في يدك كشمير كاستا يا وزيرة وزيدني جول المجيرة يا وزير قازوزة وصحر ابن العزوزة. واك الشعب شايخ مادد ساقيه والحكومة تخدم فيه، وزير يعصر وزير يسربي وزير وريك الثنية، وبركتك يا ثورة الحرية. وهكا يكون بفضل هالقهوة المبروكة تحبكت الحبكة المحبوكة، وتحقق أهم هدف ناضل عليه، الشعب يكمندي والحكومة تسربيه. ويرحمه ابن ياس بكري كيف قالوا، الوزير اللي دش في القهاوي اخرته يدور بالولعه وكانون الجاوي، وانا هاني صايم وبره.